السلام عليكم اعزائي متابعي قناه سكينه، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جبت لكم طريقه تحضير سلطه متنوعه. هذه السلطه كتحتوي على قيمه غذائيه مهمه حيت كتجمع ما بين الخضر والفواكه واللحوم. بقاو معنا نوريكم المقادير وطريقه التحضير. وكما عودناكم كنبداو اي فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ونبداو على بركه الله. غنبداو بصوص فينيكريت اللي كنحتاجو فيها ملعقه ونصف ديال الخل، بالاضافه الى ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون وملح وابزار. كنخلطو مزيان حتى يندمج لينا جميع العناصر، ونمروا لتحضير باقي المقادير والسلطات. ندير ايضا سلطه ديال الجزر، غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه، وغادي ناخذ ايضا الخيار وغادي نحكوه. غنحضر ايضا سلطه ديال الطماطم اللي غنقطعها قطع صغيره، بالاضافه الى ملعقه كبيره ديال البصله. وغنضيف ايضا جوج معالق كبار ديال لاصوص فينيغريت. غندوزو دابا لتحضير قضبان ديال الكفته اللي غنحتاجو فيها نص كيلو ديال كفته البقري، بصله، زيت الزيتون، والعطريه اللي كتكون من سكنجبير، الخرقوم، التحميره، المعدنوس، والملح والبزار. المهم غادي نضيفو هاد وغادي نخلطو بزيت الزيتون. كناخد عواد ديال الباربيكيو وكنعملو فيهم الكفتة على هاد الشكل. كنوضعوهم في واحد الصينية، كنستمر بهاد الطريقة حتى كنكملو جميع الكمية اللي عندنا. القضبان ديالنا وجدوا صافي، دابا غندخلهم للفرن يطيبوا. وغادي ندير ايضا سلطه ديال البطاطس اللي سبق لي سلقتها في شويه الملح والزيت النباتيه. غنضيف لها ايضا واحد جوج المعالق كبار ديال صوص فينيغريت وشويه الربيع. ندوزو دابا لتحضير السلطه ديال الارز. غناخذ واحد الكميه ديال الارز غادي نسلقوها، وغادي نوضعو فيها علبة ديال الطون، بالإضافة إلى جوج معالق كبار ديال المايونيز. غنضيفو ليهم الجزر وجلبان اللي سلقناهم من قبل، كتبقى اختيارية. غنضيفو أيضا صوص فينيغريت. غنضيفو فلفلة حمراء. صافي، ونخلطو جميع العناصر. كناخذ واحد الاوفال وكناخذ واحد نص برتقاله، وغادي نوضع الخس اللي سبق لنا وغسلناه ونشفناه، وغنبدا نوضعه في الجوانب، وايضا غنغطي حتى البرتقاله بالخس. Thank you.
صافي غادي نبداو نوضعو في السلطات. غادي ناخد واحد جباني غندير فيها الارز وغنديرهم في الجناب على هاد الشكل. وغنوضع البطاطا في الجوانب ايضا. وغنوضع ايضا سلطة الطماطم. وغنضيف ايضا القرعه مسلوقه اللي عملنا لها ايضا لاصوص فينيغريت. ونوضعوا الجزر والخيار في الجوانب ايضا. وغادي نزلوا ايضا البروشيت في الوسط. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال السلطة ديالنا، كتجي رائعه في المنظر وفي المذاق. كنتمنى تنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ابونو في لاشين وذلك بالضغط على الزر الاحمر صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.
وما تنسوش تشجعوني بوضع لايك وتعاليق واقتراحات وآراءكم أسفل الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.